الله صحيح راح اكسب احبك جوا جفن العين حتى لو نمت مكروح من بالي. حلوة هاي الأغنية اللي سمعناها لحسام الرسام، راح أكتب أحبك من كلماتك، حبيتك بهاي الأغنية ومن صدق زعلت من كتبت أغنية هزي هزي قصي عيسى. هذا الإبداع الجميل، أنا اليوم أسلط الضوء على كل إبداعك. بنت البنت اللي حبيناها أبشرك. أوكي، نتكلم فقط بهزي هزي ونحول لموضوع آخر، زين اللي يقدر يكتب نخلة زرعتها بتعب. انت قلت بنت البنت اللي كتبت حتى اثبت حضوري بالساحه، انت ورا ما صرت نجم واثبتت حضورك تجينا بهزي هزي قصي عيسى؟ برر لي، برر للمشاهدين. شوف انا من اعزم شغل ملحن واعزم شغل يعني كبير. خوش. لازم اسد حاجه الملحن بالاغاني الثقيله، الاغاني الخفيفه، الاغاني السريعه. اسمعني. اسمع. هزي هزي بذاك الوقت اللي ما كان اكو يوتيوب وصلت 7-8 مليون. يعني هم ارجع اعيد نفس الحكايه، 7-8 مليون سخيف شافه لو شنو؟ اغنيه خفيفه وانحبت. جوز لو جايب لك اياها ما تندمت عليها؟ لا طبعا امانه الله ما تندمت عليها زين؟ بالعكس اموت عليها. ابد؟ ابد والله، انا صريح جدا، الناس تعرفني انا يعني شنو بصراحتي. طيب اغنيه خلاص انت ما بتندم عليها، اكو اكيد اكو ناس تحبها بس احنا حابين اكو ناس تكرهها اكيد احنا حابين اليوم. انا احبك، حابين ماكو اي شايبه بقصي عيسى. ليش؟ لان اغانيك حلوه. راح اكتب احبك الحان المبدع علي بدر، حسام رسام يا هي راح اكتب احبك جو علي بدر. صح. علي بدر وايضا دخل صوته مع حسام وابدع جدا. جميل انيق، مو علي بدر مبدع وانيق باختياراته. اذا في كل لقاء نشاهد قصي عيسى اكثر من لقاء مبدع عملاق كبير. اي واحد مبدع عملاق كبير حتى يداري خبزته ويا الكل، ما عندك جروب معين، ذا كامل عندك هذا انه علاقتك جيده مع كل الملحنين، صلاح خليل، ايسر القاسم، نصرة البدر، طبعا هذول علي صابر، شركائي ذولي، ما شلون ذكي ما عندك لا علي صابر الشخصيه يعني مهمه بحياتي، مهم بحياتي، وهو بمصر مهم بحياتي قبل لا يجي ويعيد نهضة جديدة للاسم علي صابر ويجيك بمود جديد. علي صابر مهم بحياتي. ذكاء منك ما خربت مع اي ملحن، مثل ما نشوف هواية شعراء عندهم خلاف اذا تعامل مع نصرة اليوم مع هذا الجروب، مثل على سبيل المثال مثل جروب الريماس لازم يجوز ما تعامل مع الحنين. ان 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 اكو جروبات صابري على الـ على الـ على الـ ارهاصات الناس وعدم اتخاذي موقف سريع هو اللي خلاني تعرف بداياتي 100 مكالمة على أي ملحن يلا يجاوب عليه، 100 مكالمة على أي ملحن يلا يقول لي هاي معود عندي شغل، قول لنا مثل يا ملحن كلهم والله مثل كلهم، بعدين صاروا أصدقائك، بعدين صاروا أصدقائك مثل ما قيس هشام قال أنا خابرت هيثم يوسف ما جاوبني ومن ثم انطيته مشغولة. كلهم كلهم دا أقول لك كلهم، يعني ما دا أقول لك ما دا أزكي من واحد، كلهم علي صابر كلهم 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 كلهم